استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عددا من الفائزين بالمراكز الأولى في المجال الشبابي والرياضي من الأندية الوطنية والوفود الشبابية، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين في القطاع الشبابي والرياضي. واطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال اللقاء على الإنجازات الشبابية والرياضية التي حققها شباب البحرين في الفترة الأخيرة، وهي تحقيق النادي الأهلي للمركز الأول في البطولة العربية 35 للأندية للرجال لكرة الطائرة، وفوز فريق نادي دار كليب بالمركز الأول في البطولة الخليجية 36 للأندية للرجال لكرة الطائرة، وتحقيق فريق نادي المنامة للقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، والفائزين بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف 28 لشباب دول مجلس التعاون، إضافة إلى تحقيق الشباب للمراكز الثلاثة المتقدمة في معرض الاختراعات الدولي بالشرق الأوسط. وبهذه المناسبة أكد سموه أهمية الإنجازات التي حققها شباب مملكة البحرين على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، والتي تحققت بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة التي عملت على تهيئة الأجواء المثالية أمام الوفود الرياضية والشبابية لتحقيق هذه الإنجازات، علاوة على الجهود الصادقة والإخلاص والتفاني من قبل الوفود الشبابية ولاعبي الأندية الوطنية حتى باتت البحرين الأولى بشبابها.
لله الحمد بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة وقيادتنا الرشيدة ودعمهم لنا بما يستطيعون عليه من قدرة، يعني إلا أنهم يجدون الشاب البحريني سواء كان في جميع القطاعات الرياضية أو الشبابية العلمية والرياضية وإلى آخره دائما ما شاء الله في المقدمة. ولله الحمد احنا القطرة الصغيرة هذه اللي نحطها في هذه البذرة تثمر لنا نجاحات وإنجازات عالمية ما نتوقعها حتى احنا، يعني ما شاء الله اليوم احنا نستقبل مجموعة من أبطال إن كنا على المستوى الرياضي فايزين بأقلى كؤوس سيدي صاحب الجلالة، على المستوى المحلي عندنا البطولة الخليجية وعندنا البطولة العربية ولله الحمد، وهم مكتفين بس بعد في المستوى الرياضي أيضا عندنا مستوى حتى ما شاء الله في مجال الاختراعات، اختراعات يعني الحمد لله على مستوى إقليمي في الشرق الأوسط بعد إنجازات، وزود على هذا ولله الحمد بركته بعد عندنا ما شاء الله اللي خير من يمثلنا كلنا حفظة القرآن إن سواء كانوا بصغر السن ولا كانوا بالأداء ما شاء الله المتميز، يعني مو بشيء بسيط الواحد يلبس الميدالية هذه أو إنه يقول فقط أنا فزت في المركز الأول أو أنا فزت في المركز الثاني، يجي وراها تعب كبير. كلنا تعلمنا أن القيادة ما تأتي إلا إذا كان الصف واحد يأتي النجاح، أما أن شق الصف أو بدأ الواحد يشتغل على اسمه بروحه ما يلقى إلا دروب صعبة والخسارة أمامه، وإن انشقت الصفوف هناك تصير انشقاقات ما بينهم ويصير راسهم براس بعض وينشغلون عن اللي حواليهم وينشغلون في بعضهم ويندمرون ويندفنون ما بينهم، ولكن إذا خلوا الأمور اللي حواليهم ما بينهم وبدأوا يتطلعون إلى الأمام يوصلون، يوصلون مهما كانت الصعاب. النجاح يبغي له صف واحد، النجاح يبغي له تعب، يبغي له يا المسؤولين يعرفون ما هو احتياج المستخدم أو احتياج الرياضي بنفسه، إذا فهمنا هذا الاحتياج بالصفة الشخصية فمعناته احنا نعرف شو نوفر ووين نستثمر. إذا جينا نعد المزايا لمملكة البحرين وإذا جينا نعد إنجازات مملكة البحرين نعجز، ولكن عندنا احنا عيب واحد والاعتراف يعني بالحق فضيلة، يعني ما نعرف نقول لهم شن هي إنجازاتنا وشنو سوينا وشنو احنا فعلنا وشنو احنا أعطينا، ما نعرف نقوله، لكن إذا جونا الأجانب من الخارج ينبهرون من اللي احنا نقوم به في مملكة البحرين، ينبهرون من إنجازاتنا، ينبهرون من إمكانياتنا، ينبهرون من شبابنا، يعني العنصر البشري عندنا هو اللي يبهر هالعالم هذا كله. الله سبحانه وتعالى هو خير المعلمين، الله سبحانه وتعالى خالقنا وجمع هالعالم هذا كله وحط هالأمور وهذه كلها من السماء إلى الأرض واللي تحت الأرض هو اللي حط هذا كله. لو كنا احنا جالسين مثل جلساتنا الحين في الجنة إن شاء الله ونطلب وينا كل شيء فهذه مو بدنيا، الله سبحانه وتعالى بكبره أدرى أن أنت اطلب ادعي ربك اسعى وتجد إن شاء الله، وإن ما وجدت اللي أنت تبغيه فترى هذا خير وصلاح لك فروح دور شيء آخر وبتلقى إن شاء الله. مملكة البحرين حجمها يعني ما يعني شيء، لأن ترى الألماس بعد ترى صغير لكنها ألماسة، فالبحرين في بين دول العالم ترى هي ألماسة وثمنها بناسها اللي فيها. فمرة ثانية يا إخوان وخواتي الموجودات نشكركم جزيل الشكر، أنا جايكم هني أوصل لكم تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة جلالة الملك الله طول عمره، من هو قائد المسيرة الرياضية والشبابية، تعلمنا منه الكثير، وإحنا كل اللي إحنا قاعدين نقوم به الآن كمسؤولين وكرياضيين وكمدربين وإلى آخره ترى هذه فقط يعني تكملة للأساس الصحيح اللي إحنا بنوه لنا وثبتوه لنا وجهزوه لنا في مملكة البحرين، فإن شاء الله عندنا المزيد وإن شاء الله عندنا التطور وإن شاء الله نحن راح ندعم بقدر المستطاع، وأنتوا ما يردكم إلا لسانكم وما يردكم إلا مكاننا، أي شور طيب بالعكس بفيدنا إن شاء الله ونستمع لكم و
ونبغي نعرف حتى الأشياء اللي ناقصة يمكن إحنا ما نشوفها، جل من لا يخطئ، ولكن إحنا نبغي منكم بعد الشور، ونبغي منكم العون أنه تتعاونونا في كيف أن إحنا بعد نكمل هذه الدائرة ونخليها إن شاء الله أنجح الدوائر، عشان جميع الدوائر في مملكة البحرين تقتدي بالشباب والرياضة وحركة اللي إحنا نقوم بها، عشان إن شاء الله أن بعدهم يقومون وينهضون بهذا المستوى ينافسون فيه على الصعيد المحلي والدولي إن شاء الله. هذا وألقى لاعب كرة الطائرة بنادي دار كليب محمود حسن كلمة نيابة عن أصحاب الإنجازات الشبابية والرياضية، أكد فيها أن الإنجازات التي تحققت للحركة الشبابية بمملكة البحرين تتزامن مع النهضة الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الدعم الأول للمسيرة الشبابية والرياضية في المملكة، مشيدا بالاهتمام والدعم المتواصل من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمنتسبي القطاعين الشبابي والرياضي. تشرفنا بمقابلة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتقاء بمجموعة من الشباب البحريني حقيقة لحققوا إنجازات مؤخرا على المستوى الرياضي والمستوى العلمي وأيضا في مسابقات القرآن الكريم على المستوى دول مجلس التعاون الخليجي. هذا اللقاء حقيقة يعكس مجددا اهتمام القيادة الرشيدة واهتمام سمو الشيخ ناصر بالطاقات الشابة في مختلف المجالات، وأيضا يترجم حقيقة مدى الاهتمام اللي تقدم الدولة وتقدم القيادة والحكومة الموقرة للشباب في جميع المجالات اللي استطاعوا من خلال أن يحققون إنجازات. أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك وإلى رئيس الوزراء وإلى ولي العهد وإلى سمو الشيخ ناصر رئيس المجلس الأعلى رئيس اللجنة الأولمبية أحر التهاني على ما حققوه أبنائهم اليوم، وحرص الشيخ ناصر اليوم على لقاء الفرق المحققة الإنجازات يدل على مدى اهتمامهم في الإنجازات ومدى اهتمامهم بالأندية والرياضة في البحرين. أعتقد إحنا ككرة طائرة بحرينية أنا أخص الشكر والتهنئة لإدارة نادي الأهلي اللي حقق بطولة العربية خلال 20 يوم اللي طافت، وكذلك مجلس إدارة نادي دار كليب اللي فاز بمجلس التعاون للأندية. هذه يدل على مدى تطور كرة الطائرة البحرينية ومدى اهتمام سمو الشيخ ناصر في دعم هذه المشاركات الخارجية. نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على استضافته لنا كأبطال البطولة العربية لكرة الطائرة، وهذا طبعا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة واهتمام سمو الشيخ ناصر خاصة بالشاب البحريني وبالشباب والرياضة أيضا في مملكتنا الغالية، وطبعا هذا وسام على صدرنا احنا انه هو يستقبلنا، ومثل ما عودنا هو دائما طبعا في استقباله لأبطال البحرين. اليوم تشرفنا بلقاء سيدي صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهذه مبادرة طيبة جلالة الملك سلام الله يحفظه وقيادة رشيدة وسمو الشيخ ناصر بناء على إنجاز تاريخي اللي حصل نادي دار كليب خلال الفترة قبل أسبوع بطولة الخليج 36، وهذه شرف إلنا ولنادي كليب وللبحرين. طبعا الإنجاز هذا ما نعتبره حق دار كليب فقط، نعتبره حق رفع علم البحرين علالي في العالي، وسمعة البحرين تهمنا فوق كل شيء. طبعا احنا اليوم سعداء جدا في هذا اللقاء، طبعا اليوم لقاءنا مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكنادي المنام اليوم احنا سعداء ايضا بتحقيقنا الانجاز الغالي، تحقيق الكأس الغالي، كأس السيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد. طبعا اليوم نادي المنام دخل التاريخ من خلال هذا الفوز،
واليوم ايضا احنا نادي المنامة ايضا تشرفنا بالسلام على سمو الشيخ ناصر بن حمد، واليوم موجود مع الابطال، اليوم الابطال البحرينيين في مختلف الفعاليات الرياضيه. بالفعل اليوم احنا قاعدين نعيش عرس رياضي، واليوم طبعا الشيخ الشباب الشيخ الرياضيين سمو الشيخ ناصر اليوم دائما يحب يدعمنا ويشجع الرياضيين، يحب يكون داعم الاول للرياضه البحرينيه. بالفعل احنا اليوم الشباب البحريني والرياضه البحرينيه ان شاء الله في ازدهار في تطور من خلال هذا الدعم اللي قاعد نلقاه من قيادتنا الرشيده. نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على حفاوته وعلى استقبالنا اليوم. طبعا هذه مو غريب على شباب مملكه البحرين، خصوصا الشباب اللي يمثلون القران. طبعا الانجازات تتوالى في مجال القران السنه الفايته، وهالسنة الحمد لله رب العالمين نحقق في مجال القرآن من نجاح إلى نجاح. نشكر الشيخ ناصر على استضافة في مجلسه، نشكره على التكريم. أول شيء شاركنا في مسابقة إنفنشن، من بعد المشاركة حصلنا المركز الثاني في الكويت، وكل الذي يفضل وزارة الشباب والرياضة على دعمها ومشاركتها معنا.